عامه الرابع نصر العراقيين على داعش الإرهابي ومضة تنير تاريخ العراق. السيد الحكيم يطالب بالحفاظ على النصر وتعزيزه بضربات موجعة على رؤوس الإرهاب. حكومة تغلبية، وأنا أعتقد هذا ننتقل جريمة جديدة في العراق. علاوي للفرات، حكومة الأغلبية الوطنية ستكون نتائجها كارثية. الأوساط تترقب قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص دعاوى العملية الانتخابية. ظاهرة ثقافية جميلة، معرض بغداد الدولي للكتاب. ومعرض العراق الدولي للكتاب يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وإشادات من دور نشر عربية ودولية. أهلا بكم مشاهدينا إلى الظهيرة من شاشة الفرات، وهذه تفاصيلها. يحتفل العراق هذه الأيام بالذكرى السنوية الرابعة على تحرير البلاد من قبضة داعش الإرهابية بعد قتال دام لأكثر من 3 أعوام، حيث يفتخر العراقيون بهذا الإنجاز العسكري العظيم الذي تحقق على أيدي سواعد الأبطال المحررين من الصنوف الأمنية المختلفة التي هبت جميعها لتخليص العراق من أعتى عصابة عرفها التاريخ، حيث تتزين الساحات بهذه الذكرى العظيمة التي تحمل في طياتها جروحا ومآس اختلطت بنشوة النصر وتخليص البلاد من زمرة دموية لم تفرق بقتلها الجميع. ليس يوما عاديا، ذلك اليوم الذي رفع فيه العراق راية النصر ساحقا الإرهاب العالمي بكلمة من النجف ثم حشد من الوطن وفداء استمر حتى أعلن العراق أو أعلن العراق الفارس الأول. التفاصيل في التقرير التالي. 4 أعوام على النصر كانت نتاج 3 أعوام من المعارك خاضها العراق ليتوج الفارس الأول هازما الإرهاب العالمي بسواعد أبنائه الذين هبوا لنجدة الوطن، عندما تداعى ركنه المغتصب لسائر جسده الغاضب فانتفضت سعفات وقصبات الجنوب وهي تموج الأرض زحفا نحو المحافظات التي احتلها الإرهاب. فجاء النصر، انتصار تحقق بعد سيل من الدماء التي روت أرض الوطن، وأكثر من 10,000 شهيد افتدوا الأرواح من أجل تحرير العراق، وعشرات آلاف الشهداء الأحياء من الجرحى كانوا شهودا على عظيم التضحيات. انتصار لم يكن لولا ذلك النداء الذي خرج من بين أزقة النجف العتيقة وهو يصدح بفتوى الجهاد المباركة، نداء وحد العراق الممزق وحشد الحشود وغير معادلة اليأس التي راهن عليها الجميع، لتنقشع بعدها الغيمة السوداء ويهزم الأعداء ويعود ثلث الوطن ليحتضن العراق.
عودة جاءت منهكة من الدمار والتشريد وما رافقها من خسارات مادية ومعنوية. فآلاف الأيتام والأرامل ما زالوا يلتحفون العراء دون حقوق، ومشهد النزوح لم يغادر صورة الوطن. هم يتقاسم رغيفه الجميع، فمتى يحتفل العراق بنصر تذرف فيه دموع الفرح بدل استذكار الأوجاع التي منفكت ترافقه؟ طالب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بالحفاظ على النصر على عصابات داعش الإرهابية، وحيا السيد الحكيم في بيان له صانعي النصر من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة بكافة صنوفها، داعيا بالرحمة والرضوان للشهداء الأبرار، ومستذكرا دور من استجابوا لفتوى المرجعية الدينية العليا حتى اختلطت دماء العراق في أروع مشاهد التلاحم والوحدة الوطنية. وأكد سماحته أن الجميع مطالبون بالحفاظ على هذا النصر وتعزيزه بضربات موجعة على رؤوس الإرهاب الذي يسعى اليوم إلى إعادة بعض نشاطاته من خلال الخروق الأمنية التي نشهدها بين الحين والآخر. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبية فالح الفياض أن العراقيين بوحدتهم استطاعوا أن يهزموا الإرهاب. الفياض قال خلال كلمته في الذكرى الرابعة لتحرير العراق من الإرهاب، قال إن تجربة الحشد الشعبي اقترن اسمها بالحرب على داعش والنصر على الإرهاب، والحشد الشعبي استطاع أن يرسم أنموذجا للتعايش يمثل طموح أمة للخلاص من الإرهاب. تجربة الحشد الشعبي أيها الأخوة اقترن اسمها بحرب داعش واقترن اسمها بالنصر على داعش، فهي تجربة فريدة جمعت بين المنجز العسكري الكبير وهزيمة قوة كبرى، قوة خططت لحرب من نمط جديد، هي حرب غير تقليدية، استطاعت أن تهزم دول ومقدرات كثيرة جدا، ولكنها اصطدمت بالصخرة الصلبة وهي عزيمة وإرادة العراقيين، وأيضا بالمنجز الكبير في خلق تلاحم عراقي فريد في مواجهة التحديات، تجاوز الاختناق الطائفي وتجاوز الاختناق القومي وتجاوز كل الاختناقات المحلية التي كانت سائدة في الساحة. استطاع هذا الحشد الذي يضم بين ظهرانيه كل العراقيين بكل تنوعاتهم أن يرسم نموذجا للتعايش الحقيقي، تعايش في ظل الإقدام وليس تعايش في ظل المحاصصة واقتسام الغنائم. الفياض بيّن أن التلاحم بين صفوف القوات المسلحة أنتج نصرا فريدا على داعش وأعطى درسا بليغا بالإرادة الصلبة. الحشد الشعبي، الجهاد الكفائي، التلاحم بين صفوف قواتنا المسلحة رسم تجربة فريدة أنتجت هذا النصر الذي نعتبره عزا وفخرا لهذا البلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا النصر وبإشراقاته على نفوس أبنائنا أبناء الشعب العراقي أن يستطيع العراق أن يخرج من كل أزماته. ولكن كان الدرس بليغ في أن الخروج من الأزمات وتجاوز الصعاب لا يتم إلا من خلال الإرادة الصلبة والعزيمة الكبيرة والتلاحم بين أبناء هذا الشعب. عندما يواجه العراقيون جميعا كل تحدي فإنهم سيهزمون كل هذه التحديات. وفي يوم النصر الكبير يستذكر العراقيون تلك التضحيات الكبيرة والدماء الوفيرة التي سقطت على أرض المناطق المحررة من قبضة داعش، فعلى مدار 4 سنوات من التحرير لا تزال تلك الجراح تزداد تشققا، وعوائل آلاف الشهداء تحتضن العراء دون حقوق. فزناد التحرير والسهم الذي فتك بالإرهاب لما تضمت جراحه ولم يضمن من افتدى بحياته الوطن الحياة الكريمة لذويه بعد الفراق، لتعاد الدعوات تنطلق بإنصاف عوائل الشهداء ورعاية الجرحى عرفانا لما قدموه من أجل الوطن.
منذ أن انطلقت فتوى الجهاد المباركة انطلقت الفرات بحربها الإعلامية لمواجهة الإعلام المتطرف الذي تقوده تلك العصابات، ففي كل ميادين المعارك التي امتدت من أطراف بغداد وحتى أطراف العراق شمالا وغربا لم تدخر الفرات حينها جهدا إلا وواصلته من أجل إسناد المقاتلين في المعارك وإعلاء رايتهم ودحض راية الإرهاب التكفيرية الذي عاث في العراق الخراب، حيث قدمت الفرات في ملحمة النصر التضحيات الجسام وهي قد زجت بكوادرها من مراسلين ومصورين الذين حملت جراحهم وساما خالدا ونبراسا ساميا من أجل العراق. نعم، انتصر العراق على أعتى عصابة عرفها التاريخ البشرية، لكن فكر داعش المتطرف لم يهزم بعد من أذهان البعض الذين ينفذون عمليات إجرامية في مناطق متفرقة، ما يستدعي مواجهة البقايا النائمة بحسب مراقبين. حسين ياسين. كل فخر واعتزاز استذكر العراقيون اليوم النصر على الإرهاب، ذلك الحدث الذي أفشل جميع المراهنات بالقدرة على إيقاف تمدد عصابات داعش الإرهابية التي سيطرت حينها على ثلثي الأراضي العراقية، لكن عزيمة الأبطال المتوجة بفتوى المرجعية الرشيدة حققت المستحيل وحررت الأراضي بالتضحيات الجسيمة والدماء الطاهرة. عندما أصرت المرجعية والشعب على أن لا يبقى هؤلاء الأشرار الدواعش وقد احتلوا أراضينا في أجزاء كبيرة منها لا يبقوا في أراضينا، وكان هذا الإصرار قد أثمر عن طردهم نهائيا من أرض العراقية. ما حققه العراقيين من نصر كبير نيابة عن العالم، لأن الإرهاب كان يهدد كل دول المنطقة والعالم، لكن دماء الشباب العراقي المعززة بفتوى الجهاد استطاعوا وقف هذا الإرهاب عبر الحدود. ومع أهمية هذا الحدث الذي خلده التاريخ إلا أن شرائح مختلفة من المجتمع ما تزال تؤكد على أن حسم المعركة ميدانيا ليس كافيا ما لم توازيها محاربة الفكر المتطرف وبقايا العصابات الإرهابية. انتصرنا عسكريا على داعش، مفروض تحقيق ثقافة تؤدي إلى طرد هذه الثقافة خارج نظام مكونات الشعب العراقي من أجل بناء هوية وطنية، من أجل الحفاظ على هذه المكونات، من أجل الحفاظ على هذه الثقافات، من أجل المحافظة على هذه الأديان، من أجل المحافظة على الدولة العراقية. وتتزامن هذه الذكرى في وقت يستعد فيه العراق على إنهاء ملف تواجد القوات الأجنبية على أراضيه نهاية العام الجاري بعد تنامي قدرات قواته بأصنافها المختلفة. وفي الوقت الذي يستذكر فيه العراقيون ذكرى يوم النصر على الإرهاب، ما تزال الخشية حاضرة من عودة نشاط عصابات داعش، لا سيما بعد حدوث خروقات أمنية في مناطق متفرقة. حسين ياسين، الفرات، بغداد. في ملف الانتخابات، قال سليم همزة عضو اللجنة القانونية النيابية السابقة إنه يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تقرر رفض نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقال أيضا إنه ليس بإمكان المحكمة الاتحادية اتخاذ قرار بإعادة العد والفرز اليدوية، ولكن من حقها إذا رأت المخالفات بأنها تخرق الدستور والقانون الانتخابي فيمكنها أن ترفض نتائج الانتخابات ولا تصادق عليها، وتلزم مفوضية الانتخابات بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات النيابية مرة أخرى ورفض هذه النتائج. حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي من تداعيات حكومة الأغلبية الوطنية ووصفها بالكارثية في العراق،
وقال علاوي لبرنامج حوار الدولة إن القوى السياسية أمام خيارين، أما حكومة الأغلبية وهذا السيناريو الأسوأ أو حكومة توافقية. أما نوافق بما هو موجود حكومة أغلبية، وأنا أعتقد هذا نرتكب جريمة جديدة في العراق. لكن أكو حكومة الأغلبية رح تكون جريمة إذا صارت رح تأذي العراق. ليش؟ تأذي العراق حكومة، ما لأن إحنا ما عندنا فهم للمعارضة، ما نفهم شنو معنى المعارضة. المعارضة رأسا نتهم بالعمالة والخيانة وإلى آخره، ماكو فهم، ماكو تجربة ديمقراطية بالعراق، ماكو ديمقراطية بالعراق. أحكي لحضرتك يعني أقول لك بكل صراحة، أكو حكومة توافق وطني، هذا مو شرط الكل يشتركون بالانتخابات. من جانب آخر أكد علاوي أن الممثلة الأممية جينين بلاسخارت غير جدية بالتعاطي مع مشكلات العراق، وكان يفترض بها أن تحيط مجلس الأمن بما يجري في العراق. هاي ما مهتمة بالشأن العراقي حقيقة، لا تعرف شنو اللاجئين، لا تعرف شنو الجواعة، لا تعرف شنو النازحين، لا تهتم بالمظاهرات والمتظاهرين اللي آلاف انقتلوا منهم، لا تهتم بالناس اللي اختيالات. زين هاي يا أمم المتحدة، هاي الله يخليك، لها زيارات مختلفة لكل اللي حجيت. مو زيارة اشتكوا توكل خب زيارة. وشنو دورها هي غير تقدم إحاطة؟ لا 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 تحيط المجلس الأمن بما يجب أن يصير بالعراق، العراق ومو بمنع عن مجلس الأمن. ويرى مراقبون أن الأنظار تتجه اليوم صوب المحكمة الاتحادية وما ستقرره بخصوص الدعاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية، فيما يرى آخرون أن إعادة العد والفرز اليدوي الشامل الخيار الأمثل لحسم الجدل. أحمد الزيدي. في الوقت الذي تستمر فيه أزمة نتائج الانتخابات وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الرافضة لها، تتجه الأنظار نحو المحكمة الاتحادية لإنصاف المعترضين وإظهار الحقائق عبر النظر بالطعون الكثيرة والأدلة الخطيرة على وجود عمليات تزوير وتلاعب شهدتها العملية الانتخابية. فإصرار مفوضية الانتخابات على موقفها بصحة النتائج وصعود أسماء جديدة بعد العد الجزئي الذي أجرته في بعض المحطات، كلها مؤشرات على وجود خرق كبير شهدته العملية الديمقراطية الأخيرة. الآن هناك طعون جديدة قدمت من قبل بعض الأطراف المغبونة خلنا نسميها، أو المظلومة، أو التي همشت في هذه الانتخابات أو زورت. سوف المحكمة الاتحادية تعطي النتائج الأخيرة، وأكيد سوف تغير كثير من النتائج ومن الأسماء، ونحن نريد حقيقة نبغي العدالة، العدالة للجميع. إعادة العد والفرز الشامل يدويا ما يزال الخيار الأسلم قانونيا لإظهار الحقائق وإنهاء الجدل بحسب مراقبين، وما يحمل المحكمة الاتحادية مسؤولية توجيه المفوضية للقيام بهذا الإجراء الذي يعتقد أنه سينهي الأزمة ويضع النقاط على الحروف. كل الطعون اللي قدمت المحكمة الاتحادية، وإذا وثقت بالأدلة والمبرز الجرمي وبالشهود وباستشهاد المواقع، على المحكمة أن تدرس ولا تتخذ قرار خطير لربما يضر الأجيال. عليها أن ترفع الحيف والمظلومية، وهي الآن حاولت مع بعض الشركات للتدقيق من شركة الفاحصة من عمل المفوضية، وبما أن المحكمة الاتحادية ستنظر بعين الأبوية للجميع ولمصلحة العراقيين، ستعطي مساحة متاحة للكتل السياسية للحوار، لعله يذهبون إلى التوافق ويكون لربما هناك بديل أو تعويض على من خسر. ويعول الكثيرون على مهنية المحكمة الاتحادية وشفافيتها في التعامل مع الأزمة في إنصاف المعترضين وإرجاع الحقوق لمن سرقت أصواتهم. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد.
على أرض معرض العراق أو معرض بغداد الدولي تتواصل فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب بمشاركة واسعة من قبل الأوساط الثقافية والاجتماعية، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل المواطنين المتشوقين إلى اقتناء الكتب والمطبوعات الحديثة، حيث تشارك في المعرض عدد من دور النشر الكبيرة العربية والأجنبية. كما شهدت فعاليات المعرض توقيع عدد من الكتب لكتاب عراقيين وعرب. طبعا الفرات واكبت فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب وتجولت ضمن أروقته في هذه الرسالة. إذا قال الكتاب فاسمعوه، ربما لا نقول فصدقوه، لكن كل فكرة فيه هي مصدر إلهام وإشعاع، يحرك فينا الدوافع ويعزز عندنا الطاقات. إذن مشاهدينا، لليوم الثالث على التوالي يستمر معرض العراق الدولي للكتاب بنسخته الثانية بفعالياته، ويستمر باستقبال زائري. سنكون وإياكم بتغطية مباشرة ومستمرة لأحداث معرض العراق الدولي للكتاب عبر شاشة الفرات، الراعي الرسمي لهذه أو الإعلامي لهذه المناسبة. خليكم ويانا. هذه التظاهرة الثقافية الجميلة، معرض بغداد الدولي للكتاب، يعني أكيد إحنا خاصة إحنا اللي يعني اللي قضينا أعمارنا مع الكتاب نشعر هنا بالسعادة. هاي كائناتنا الجميلة، إضافة إلى أنك يعني تلتقي في عالم المعرفة، عالم الثقافة، هذه إضاءة بصراحة. أجواء المعرض الكتاب الدولي أجواء راقية جدا من حيث التنظيم والترتيب، ومن حيث توزيع شعب الكتب اللي موجودة داخل في أي قسم من الأقسام. وشفت تضافر جهود من قبل يعني الرجال الموجودين هنا، وكذلك شفت مجموعة من الكتب الراقية اللي هي نادرة ما موجودة أصلا، خاصة الدار المصرية والدار الفارسية والدار العراقية والدار السورية. بهذا مشاهدينا تنتهي الظهيرة لهذه الساعة، قدمناها لكم من شاشة الفرات، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.